السلام عليكم. نكمل بقيه السيرجيكال. احنا خدنا الكونجنيتال هارت ديزيز وهنخش على الكونجنيتال جي اي تي. جاسترونتستينال ايمرجنس ايه اللي بيحصل فيها؟ في حاجه اسمها نيكروتايزنج انتروكولايتس، معناها دي بيحصل نيكروزيس في جزء من الانتستين. اكيوت انفلاميشن اوف ذا لارج انتستين، في الامعاء الغليظه، ليدنج تو نيكروزيس اوف ذا انتستينال ميوكوزا. فبالتالي طبعا بتعوق الحركه او بتبقى ابنورماليتي. ايه هي الريسك فاكتور بتاعتها؟ بريماتور بيرس، لو بيرس ويت، تملي الاقيها في الطفل ناقص النمو او اللي اقل من 37 اسبوع، نينيتال ريسبيرتي ديستريس، هايبوكسيا، برينيتال اسفيكسيا اند سينوز. بلاقي الطفل المولود نفسه ضيق جدا، لو الام وضعته على صدرها عشان يرضى يزرق منها ويخشى عليه وبيحصل له ضيق في النفس او بيقطع النفس. ماترنال بري اكلامسيا، تملي اشوفها في الام عندها تسمم حمل. كونجنيتال هارت ديزيز، هايبوبلاستيك ليفت هارت ديزيز، الناس اللي بيبقى عندها كونجنيتال او عاهه خلقيه في القلب. كوركوتيشن اوف اورتا احنا لسه قايلينها، او بيتنت دكت ارتريوزز، او هايبوثايرويديز، ماترنال كوكن ابيوز، وهايبوتنشن واسيدوزيس. يعني هما بيقولي مين الناس اللي اكثر عرضه للطفل اللي يجيله ده، هما دول. طب ايه العلامات والاعراض اللي نبه الام بيها وقال لها خلي بالك لما ابنك يتولد ويبقى عنده الحاجه دي خلال الشهر الاول اعرفي ان هو عنده نيكروزيس في الانتستين، في اللارج انتستين. الساين سيمتومز بتاعتها ابدومينال ديستنشن، ديكريز اور ابسنت باول ساوند، بتبقى بطنه متضخمة جدا، وكمان ممكن ما سمعش الصوت بتاع الأمعاء، بيبقى فيه ترجيع على طول، بيبقى فيه ضيارية وفيها بلط، والليسرجي بيبقى جسمه همدان. بور فيدنج هابتس، تيجي ترضعه يرضع رضعة صغيرة وتلاقي زرق وتعب منها قوي واخش عليه، وبيبقى فيه ديبريشن كور بودي تمبريتشر، درجة حرارته بتبقى واطية جدا، وبرفريشن. طيب لما اشوف الحاله بالشكل ده اعمل ايه؟ اول حاجه بعمل سبورتيف كير. وانا قلت يا جماعه لما بتبقى حاله تعبانه على طول بجري للدكتور الاطفال، وخصوصا جراحيا، اوكي، مش ميديكال، لا جراحه. كيب بيشنت نوم، ما تدهوش اي حاجه، بطنه منفوخ هتديله ايه؟ هتفرقه. فالمفروض ناثينج بير ماوس، ما بدخلش نقطه ميه بقه ولا رضاعه ولا حاجه. انسرت نوزو جاستريك تيوب، بدخل انبوب التغذيه، وكندكت جاستريك، وادخلها لغايه الامعاء. منتين اسيد بيز اند الكترولايت، ابتدي بقى احلل واشوف الولد ده ما فيهوش اسيدوزس ولا الكلوزس وكل العناصر الموجوده، صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم، علشان ابتدي اصلحها. منتين الاي في فلويد، محتاج خلطه، بعمل تركيبه حسب ما الدكتور يقول لي، رنجره على محلول ملح على جلوكوز على مش كل انواع الاملاح، وبعملها له وهتبقى دي وجبته. وادمنستريشن اوف انتي بايوتيك سيرم، لازم ياخد مضاد حيوي عشان يمنع الانفكشن. طب الكونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز، معنى كده ان احنا خلصنا النركوزز اللي هي في اللارج انتستين، هخش على البايلوريك ستينوز. فتحه البواب نفسها بيبقى فيها ضيق، ليه؟ ده كونجنتال برضه، ماشي، يعني مولود بيها. سيكنس اوف بايلوري مور ذان 8 ام ام، يعني المفروض السمك بتاعها 4 ملي، انا لو لقيتها 8 ده يبقى في ايه؟ هايبرتروفيك بايلوريك ستينوز. طيب ايه الاعراض اللي تقول لي ان الولد عنده حاجه في فتحه البواب؟ 1 مانث افتر بيرث، الشهر الاول، ذا مذر كومبلين ان الهير انفانت بريزيستنت بروجكتايل فوم، مش ترجيع عادي، ده حاجه بتتحدف لبعيد، بيبقى العيل رادع وزي الفل ومره واحده يرجع كل اللي اخده بس ايه لبعيد. نوت بيل ستاندز اونلي ميلك داز نوت ريسبونس تو انتي اميتيك، مهما عطيته مش عارفه اميريزول، عطيته جي 6، اي حاجه مضاده للكي، الاقي بردك موتيليوم، الاقي بردك في ترجيع وبطريقه بروجكتايل، يعني بيحلف لبعيد. ديورنج اور شورت افتر ميل، يا دوبك ياخد الرضعه من هنا يبتدي يجيبها كلها بطريقه بروجكتايل. افتر هويتش هانجر كان اوكير كونستيبيشن، ده العرض الثاني. فيلير تو ثرايف، الولد ده النمو بتاعه التطور ما بيحصلوش. سيفير ديهايدريشن،
جنرال بقى ساين العلامات العامه سيفير لوس اوف بودي ويت دي هيدريشن سانكينج اي ديبريست الفونتانيل انستستنج سكين اوليجرا باد شيست اسبيريشن نفسه بيبقى تعبان لوكال افتر فيدنج ان جود لايت تيست فيد ابر ابدومينال ديستنشن اي رضعه او نقطه بياخدها بيحصل ابدومينال ديستنشن بطنه بتبقى عاليه جدا ومتضخمه وفيزيبل بريستالت موفمنت ليفت تو رايت الاقي في حركه بسيطه للامعاء من الليفت من الشمال لليمين اوليفيا لايك لومب حاجه كده زي الزيتونه لما اجي انا ابتدي هايبوكوندريان ساين زي تيومر ورم صغير شبه حبه الزيتونه بيتر تو بي بالبيت ديورينج سليب بحسها جدا وهو نايم. طيب هل دي بتاثر على البيبي؟ طبعا بتعمله كومبليكيشن جامده قوي دي هايدريشن ميتابوليك الكيلوزيس هايبوكاليميا الكيلوزيس ديو تو الاتش سي ال لوس من الريبيتد فوميتنج كل السوائل اللي بتوصل للمعده بيبتدي يتخلص منها عن طريق الفوميتنج ديكريز ايون كالسيوم تيتاني بروكسيمال اسيد يوريا كيدني ويل بي اكسكريتد اتش 2 ايون وانستيد اوف صوديوم اند بوتاسيوم بلاقي كل الحاجات دي كلها لو شست انفكشن طبعا الاميون بتاعته ما فيش رضع ما فيش اي حاجه بتوصل له فبالتالي المناعه بتاعته قليله فبيبقى مور اكسبوجر تو اني انفكشن وبيحصل له اسبيريشن نيمونيا وليفر امبيرمنت ديو تو باد نيوتريشنال ستيتس وهايبو جليسيميك. الانفستيجيشن باي الترا ساوند موست دايجنوستيك وابر جاستروجروفين ستادي بعمل له صبغه. تريتمنت سيرجيكال تريتمنت برو اوبيريتيف اوبريشن طبعا ده الحل بتاعه علاجه جراحيا كوريكت للجنرال كونديشن يوجوالي التيك 24 اورز بتاخد حوالي 24 ساعه وبعمل له ريهايدريشن عشان اصلح السيفير ديهايدريشن وبدي كلوريد صوديوم وين يورين بيكم نورمال وبدي كلوريد بوتاسيوم نوزو جاستريك تيوب وش ستومك باي سلاين وبعمل بولي ماتريو بولي مترومي يعني إزالة للجزء اللي موجود وبصلحه جراحيا. nursing role of a child with شيبس اللي هي بايلوريك استينوز كونجينيتال بايلوريك استينوز منتين للهيدريشن طبعا هو مش واصل له فلازم اعمل منتينج للانتيك والاوتبوت ديلي ويت اشوف وزنه بيقل ولا بيزيد ادمنستريشن بريسكرايبد از دكتور اوردرز بشوف محتاجه جلوكوز بديله منتين للالكترولايتس اي في نوزو جاستريك تيوب بعمل لها ريكوايرد لو محتاجها اسسمنت للاماونت اوف فلويد بتاعته خلال 24 ساعه وبوست سيرجري انكريز للدايت و خلال من 24 ل 48 ساعه بوست اوبريتيف كير الفيدنج بتاعته سلولي ما ينفعش بعد العمليه دي ابتدي اديله على طول لا طبعا ببدا بفلويد بعدين سوفت وبعدين سيمي سوليد وبعدين سوليد بليز تشايلد هاي فلور بوزيشن والفالور بوزيشن ده انسب وضع بالنسبه له عشان ما يحصلوش ساينوس ويفضل ان هو على الرايت سايد مهم قوي قوي الحته دي اسسمنت للووند نفسه هل في انفكشن ولا لا مور برون تو ووند هيلينج بروبلمز بعد كده اقعده على البرون بوزيشن انكرج بيرنت اند او الكير جيفر للبيرنت ديمونستريت للفيدنج بتاعته هيبقى ليه الفيدنج بتاعته ليه طريقه والووند كير. طيب خلصت بقى ده فراجماتيك شيبس هخش على الهارش سبرينجز ديزيز ديفينيشن ات از ديس اوردرز اوف ابدومين اوكيرز وين بارت اوف اول بارت اوف لارج انتستين اند ascended part of gastrointestinal tract وجي نو نيرف اند زير فور كانوت فانكشن بالتالي مش بتقوم بالوظيفه معناها ايه برضك هي عباره عن عاهه خلقيه بتولد بيها في الامعاء الغليظه جزء منها ما بتبقاش موجود فالوظيفه بتاعتها ما بتقومش على اكمل وظيفه فبالتالي الاستول بيتجمع في جزء في اللارج كولن او الان لارج كولن والنيرف بتاعه ده مش موجود فبالتالي بيتجمع وبيبقى دراي وبتبقى شكلها زي ما انتم شايفين نو نيرف وكولابس للريكتم
ايه الساين والسيمتومز اللي انبه الام بيها واقول لها خلي بالك ابنك عنده كده ديليت بس شوف ممكن بيقعد الولد خلال 24 ساعه لو ما بيمرش استول وبيبقى سيفير او كرونيك كونستيبيشن بروجريسيف ابدومينال ديستنشن بطنه بتبقى عاليه قوي وبيبقى فيه فوميتنج وبيبقى ديلي لجروس ديفلوبمنت ولما بعمل له ريكتال اكزامينيشن ام بي تي ريكتم وين ذا فينجر از ريموفد ات از فولو باي سادن جش اوف جازز اور استول. اما ابعد عنه شويه ابتدي اشوف شويه ويعدوا الانفستيجيشن بتاعتي لازم اعمل بلان ابدومينال اكس ري اشعه عاديه على البطن في اللارج باول اوبستراكشن يلاقي انسداد وباريوم انيما بعمل زي اشعه بالباريوم نمره 2 بلاقي في نارو بتبقى ضيقه ومسدوده والحته دي زي ما يكون ابسنت اوف جانجلين سيجمنت فولو باي دايليتد نورمال جانجلين باول الجزء ده بيمتد وبيبقى ضيق جدا اتيز دايجنوست في خلال 80% من الحالات بعمل بايوبسي ريكتال بايوبسي. طيب انا عرفت ان الحاله دي والانفستيجيشن شخصت ان هو كده بالتالي بخش على تريتمنت بيشنت بريسينتنج اوف انتستاين اوبستراكشن الولد ده عنده انسداد معوي هتصرف معاه ازاي هيبقى كل الفلويدز بتاعته اي في انيشال كونسيرفت تريتمنت باي نوزوجاستريك تيوب او اي في ريبيتد كولين ووش كل شويه بعمل ووش للكولين باي سالين if the obstruction relieved prepare the patient to elective surgery يعني ببدا في الاول بالاي في والوش وبعد كده ببتدي اخش على الجراحه لو ما تحسنش patient without obstruction require elective surgery بقول بقى العمليه بتاعه الجراحه بتبقى شكلها ايه اسمها سيوينسون اوبريشن على اسم العالم اللي هو اخترعها بيبقى initial complete excision of the ganglion segment remove the rectum up to 4 inches حوالي 4 بوصة above the funnel and على القمع من فوق للرينو استوموزز pulling the healthy ganglion colon through to the lower half of the anal canal الجزء السليم منه بوصله بيه ويبقى انا كده شلت الجزء اللي مش كويس خلصتها هخش على الانتوسسبشن الانتوسسبشن دي عباره عن بروسيس هو which is a segment of intestine برضك الجدار بتاع الامعاء انفيجيشن عارفين الشراب المقلوب جزء من الامعاء بيتداخل في بعضها بتبقى الامعاء لازقه في بعضها بدل ما هي ماشيه روتاتري لا جزء منه متلخبط وداخل في بعضه ماشي في اليومن بتاعه الانتستين جوزنج باول اوبستراكشن فبالتالي بيعمل لي انسداد معوي طب ايه العلامات والاعراض اللي انا بقول للام خلي بالك منها نفس الحكايه ابدومينال ديستنشن فوميتنج ابدومينال بين وباسج اوف بلاد اند ميوكاس ديورينج ديفيكيشن خلاص الفيزيكال اكزامينشن لما باجي اعمل فحص كامل للبيبي زي هيلمارك physical finding into susception or right hypochondrium سذق عارفين السذق بيبقى الشيب بتاعه زي بالظبط السذق ورا ماس وشكل السذق and the empty in the right lower corn هو الشكل بتاعه مرسوم هلاقي من كتر ما هو واخد الجزء بتاعه هلاقي الجزء التاني بقى فاضي اوكي dance sign this mass is hard نشفة to detect and the best palpated between space of colic when the infant is quiet وهو ساكت الاقي severe spasm والم شديد جدا abdominal distension frequently is found if the obstruction is complete طب اعمل له investigation ازاي عشان اتاكد ان هو early diagnosis by اشعه تلفزيونيه التراسونيك وبعمل اير هيدروستاتيك انيما بعمل بتاع ده انيما عن طريق الهواء او ادخله شويه is also used for treatment okay in addition surgery reduction of air طب التريتمنت حاجتين في ميديكال اند سيرجيكال الميديكال تريتمنت للانتوسسبشن باي هيدروستاتيك بريشر ديت باك تو ذا تايب اوف هايبو كريتد recommended that use of enema يعني اهم حاجه ان الانيما دي لي الحل الوحيد للالياس intestinal evacuated powder and administration of hydrogen sulfate الماده اللي انا بدخلها in the colon and the retrograde passage of batch
of example anti send method of antisusception reduction. عشان اقلل ده ببتدي اوضع البيبي في وضع معين عشان اعمل له الانيما بالطريقه دي. استابلايز ذا بيشنت، طبعا اشوف الريسبيريشن بتاعته شكلها ايه حسب البريوريتي، محتاج اكسجين، محتاج سكشن، محتاج ريسوسيتيشن، محتاج فنتليتور، اند ريبليس لارج فلويد لوسز، وعوضه ناثينج بير ماوس لكن اي في او نوزو جاستريك تيوب، ذا يوز اوف انتيبيوتيك علشان امنع الانفكشن. اير انيما ريدكشن اند ابروبريت افتر سيرجي كونسلتيشن، مجرد ما الدكتور يقول لي اعمل ما قاليش خلاص، وبتقل شويه بشويه خلال 24 ساعه اللي بعد كده. نيومونيك ريدكشن سيم تو بي مور افكتيف اند سيف اند كود بي كونسيدرد اوبتيمم فيرست تريتمنت. سيرجيكال بقى تريتمنت بيقول لي ريدكشن از انديكيتد وين سيمبتومز هاف بين بريزنت مور ذان 24 اورز، لو العلامات والاعراض موجوده بعد 24 ساعه يبقى لازم يبقى في تدخل جراحي. ان ذا بريزنس اوف شوك زي كان نوت بي كوركتد، لو الولد دخل مني في شوك يبقى المفروض ما صلحش الجراحين، استنى لغايه ما احسن الشوك بتاعته وابتدي اخش جراحي. وليت بوينت بي ايدنتيفاي وين نيكروزيس اور بروفيشن ار بريزنت، لو لقيت نيكروزيس وفي الانتوسسبشن في البارت ده ات از ريدكتد باي راديوجرافيك مينز، ذا بروسيجرز كان بي برفورمد سيف، ابتدي فيا لابوراتوري او لابوراتوري سكوبيك بمنظار بسيط وابتدي او باشعاع وادخل واعرف المكان فين وابتدي اصلحه. كده انا خلصتها، ما فاضلش غير انوريكتال مارفورميشن. الولد ده بيبقى مولود بحاجه اسمها امبرفوريتد اينوس، اجي اقيس له درجه الحراره الاقي فتحه الشرج مسدوده عباره عن جلده، فبالتالي بردك المفروض الحقه واعملها له. امبرفوريتد اينوس اوكير وين ذا انال اوبننج ابسنت، الفتحه مش موجوده اور نوت ان نورمال بوزيشن او اصلا مش في مكانها الطبيعي. وات از بيرث ديفكت، دي عاهه خلقيه بيتولد بيها البيبي في مرحله النيو بورن كوزد باي فيلير نورمال ديفلوبمنت اوف انال اريا. Sometimes abnormal opening أو fistula، أحيانا بتبقى الـ opening abnormal position أو fistula، مفوت على حاجة تانية present between bowel and the vagina، يبقى فاتح في فتحة المهبل in girls or between bowel and urinary tract in boys. طب ايه السيمتومز باردك اللي ايه ابتدي اعي الام بيها؟ نو انال اوبننج، بقولها خلي بالك بيتولد ما فيهوش فتحه عباره عن حته جلده. مال بلازد انال اوبننج، الوضع بتاعه مش في مكانه ومش مفتوح. نو باول موفمنت، المفروض يتبرز خلال 24 48 ساعه، مفيش حاجه بتعدي، بيرضع ومفيش حاجه خارجه. ستول باس ثرو ذا فاجينا اور يوريثرا، الاقي الستول طالع من مكان تاني يا اما من فتحه المهبل او من فتحه اليورين. وابدومينال سيفير ابدومينال ديستنشن، يرضع واللبن عمال يكم وبطنه عماله تتضخ. الانفستيجيشن بعمل بلان اكس راي عادي وبعمل دايجنوزيس ميد ات بيرس وين انا الاوبننج از تشيك ديورينج ذا نيو بورن فيزيكال اكزامينشن. التريتمنت كوريكت اوف سيرجيكال وريكواير اكيوريت دايجنوزيس، ما ينفعش اخش على الجراحه اعمل على طول من غير ما اعمل الانفستيجيشن بتاعتي واحدد بالظبط ايه اللي محتاجه واعمله. طب النيرسينج كير، تشايلد ويز كيبت nothing per mouse IV fluids for 2 days and oral fluids for another 4 days، يعني 2 ل 4 ايام افضل ادي بس في ايه في سوائل. بوست اوبرتيف اي في انتيبيوتكس، طبعا اي حد بيعمل عمليه المفروض بتجيلي انتيبيوتك عشان يخف والجرح يلم بسرعه وما يحصلوش سيفير انفكشن. طبعا هو نيوبورن مناعته ضعيفه فلازم الحق بالايه بالانتيبيوتك. ذا وورد ووز الوند ووز دريس ويز فيزالانايزد جاز ويز او جوز ويز ابلكيشن بيتادين، طبعا الطريقه بتاعت الغيار حسب سياسه المستشفى، في ناس بالكلور، في ناس بالبيتادين، في ناس مش عارفه بالبنسينول، في ناس بالجراميسين، وهكذا اكوردنج لسياسه المستشفى ببتدي اشتغل. وكده برضك المحاضره دي خلصت، فاضل محاضره واحده.